كارين وازن، الاسم الذي يلمع في عالم الموضة، وواحدة من أكبر المؤثرة على السوشيال ميديا في الشرق الأوسط في مجال الموضة والأزياء. حولت شغفها بالموضة إلى إمبراطورية ناجحة. في ديسمبر 2018 أطلقت رائدة الأعمال اللبنانية البريطانية علامتها التجارية للنظارات الشمسية، مقدمة تصاميم تعكس ذوقها الفريد والعصري. وسرعان ما لاقت نظارتها رواجاً واسعاً، حيث ارتداها مشاهير ومؤثرين عرب وعالميين مثل باريس هيلتون وبيانسي ونانسي عجرم وكريس وكلوي كارداشيان. هذا النجاح لم يتوقف هنا، فقد عززت كارين من مكانة علامتها عبر شراكات مع علامات تجارية عالمية أيضا، مما جعل علامتها تباع اليوم في أسواق دولية وتصبح الخيار الأول لمحبي الموضة حول العالم. إلى جانب نجاحها، تستخدم كارين تأثيرها لنشر الوعي بمرض البهاق الذي تعاني منه كرسالة إنسانية لتعزيز الثقة وقبول الذات. فما رأيكم برحلة كارين الفريدة؟ للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.